بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، نستكمل مسيرتنا مع أحاديث الترغيب والترهيب وترجمة الإمام المنذري رحمه الله في كتاب العلم تحت عنوان الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله. وقد تكلمنا في هذا الباب في الأسبوع الماضي وشرحنا حديثين من الأحاديث التي ذكرها الإمام المنذري رحمه الله تعالى، وأجبنا بحمد الله تعالى على الشبهة التي تتناقل على الألسن عندما تكلم أحدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتعلل بأنه يخشى إن أمر ألا يفعل ويخشى إنها عن المنكر أن يقع فيه، وبالتالي فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا جوابا لذلك في أربع نقاط في الأسبوع الماضي. قال الإمام المنذري رحمه الله، قال: وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من حديث أنس بن مالك وليس من حديث أسامة بن زيد، مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه البخاري ومسلم، اللفظ لمسلم. وفي رواية لابن أبي الدنيا والبيهقي: ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وفي رواية أخرى ليست عندكم في الكتاب: رأيت، بدل مررت، رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك، الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ وهذه أخرجها ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث والله مما يفزع القلب ويحير اللب عندما يتخيل الإنسان حال هؤلاء والعذاب الذي حل بهم والعياذ بالله تعالى. رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار والعياذ بالله تعالى. المقراض يعني شيء يعني في اصطلاحاتنا المعروفة كالكماشة مثلا، تقطع شفاههم والعياذ بالله تعالى بهذا المقراض وهذه المقاريض. والمؤلم أكثر أنها ليست من حديد. يعني أنا عايزك تتخيل معايا لو أن الإنسان تقطع شفته بالمقص، كم يكون مقدار الألم؟ إن أن إنسان تقطع شفته بالمقص، تخيل مقدار الألم. فالعذاب هذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن الشفاة تقطع بالمقص وإنما تقرض بمقاريض من نار والعياذ بالله تعالى. انظر لمقدار العذاب الذي يحل بهؤلاء. طب ما السبب ولما فعل بهم ذلك؟ فقلت، أو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك، أو خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فكيف يكون حال الإنسان بعد ذلك عندما يبلغه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر غيره به؟ إن هذا الحديث لا يجعلنا أحرص ما نكون على العمل بما نقول، على العمل بما نقول. وإن الأمة
ما ساء حالها إلا بوجود علماء السوء فيها الذين يقولون ما لا يفعلون. ولذلك أحدهم وهو من المشهورين يخبر عنه بعض الأصدقاء أنه سأله فضيلة الشيخ يعني ما تقول في فوائد البنوك، فقال لك أم للتسجيل أو للتصوير، يعني بيسأله إيه فوائد البنوك، قال له ليك أنت الإجابة ولا هتسجل ولا هتكتب ولا هتصور، فقال له لا ليه طبعا، قال له حرام حرام حرام. طب لو هو كان قال له لا للتصوير أو للتسجيل، ما بالضبط كده حلال حلال حلال. انظر للضلال والعياذ بالله تعالى، انظر لخراب الذمم، انظر لعلماء السوء وكيف يفعلون وكيف يتهاونون بدين الله عز وجل، وغير ذلك كثير. ربما يأتي بعض الناس إلى بعض أئمة المساجد ويقول له قلت لامرأتي كذا وكذا وكذا، يسأل مثلا كم تكون هذه الطلقة، يقول له الطلقة الثالثة، فيقول له ويحلل له الحرام والعياذ بالله تعالى، يقول له ادفع كذا وكذا وعد إلى امرأتك ولا تفعل هذا مرة أخرى والعياذ بالله تعالى، يعني يتأكل بدينه والعياذ بالله، ويضل الناس، يضل ويضل والعياذ بالله تعالى. الذي يقول ما لا يفعل يفعل به هذا يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، ويفعل به هذا في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري به بأقوام تقرض شفاههم بمقاريد من نار. فالظاهر والله أعلم أن هذا العذاب في القبر، كما في حديث جابر بن سمرة الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صورا مما يكون للعصاة في القبر وإلى يوم القيامة، والحديث رواه البخاري. كم يكون عذاب هؤلاء والعياذ بالله تعالى. والله لو كانت من حديد هذه المقاريد لكان العذاب شديدا، فكيف وهي من نار. وهنا يعني يستوقفنا تستوقفنا مسألة، لماذا القرض للشفاء؟ ليه ما كانش العذاب على أي شيء في الجسم؟ بالضبط كده، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني الكلام اقتصر على الشفاء، لم يصل إلى القلب ولم يصل إلى الجوارح، يعني اقتصروا فقط على أقوال اللسان وأقوال الشفاء. ولذلك عذبت الشفتان اللتان تشدقتا بالكلام والتهبتا برنين الخطابة ولم يتجاوزهما من أجل ذا. لذلك أقول لنفسي ولكل هؤلاء وأعوذ بالله أن أكون مثل هؤلاء وإياكم، نقول لهم تخيل نفسك في هذا العذاب، يا من تعظ الناس وأنت غافل وتنبه الخلق وأنت راقد، هل لا بنفسك بدأت أولا؟ ما هذا الحرص منك على نجاة الناس، تؤكد عليهم الموعظة وتكرر عليهم الزجر، أيعقل أن تحرص على نجاتهم أكثر من نفسك؟ إنه الحرص على الشرف والمنزلة عندهم، فتطلب بموعظتك أو بوعظك إياهم محمدتهم، وتهرب من مذمتهم، تأمرهم بالمعروف ولا تأتيه، وتنهاهم عن المنكر وتأتيه، فالجنان والأركان ليس لها حظ من تأدية الأمر ولا اجتناب النهي. يعني الجنان والأركان القلب والجوارح، فالجنان والأركان ليس لها حظ من تأدية الأمر ولا اجتناب النهي، يعني القلب والجوارح لا تستفيد، فالجنان والأركان ليس لهما حظ من تأدية الأمر ولا اجتناب النهي، إنما الحظ للشفتين اللتين تشدقتا بالكلام والتهبتا برنين الخطابة لم يتجاوزهما من أجل ذا، فاستعد لقرضهما بمقاريض تلتهب نارا، نعوذ بالله من ذلك. قال في الحديث الذي بعده عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى فيما أنفقه، وعن جسمه فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزال قدم عبد يوم القيامة ما
ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذه الأحاديث كلها تدور حول معنى واحد، وهو السؤال يوم القيامة عن عدة أمور. الإنسان يوم القيامة يتمنى أن ينتهي يوم الحساب، وأن ينتهي الحساب سريعا، لأننا كما نعلم تدنى الشمس من الرؤوس حتى تكون على مقدار ميل، بين الناس وبين الشمس مقدار ميل، والميل إما الميل المسافة المعروفة، وإما ميل المكحلة، وهي العود الذي يوضع في المكحلة أو الذي يتكحل به النساء، تتكحل به المرأة. والشمس مع بعدها الآن عن الأرض ربما يشتد الحر يسيرا فتحرق بعض الغابات على ظهر الكرة الأرضية، وربما يصاب الناس بضربات شمس ونحو ذلك. فكيف إذا كان بين الناس وبين الشمس ميل واحد؟ كم يكون العذاب شديدا. ولذا يعرق الناس، فحتى يصل العرق ببعضهم إلى أن يصير له كاللجام بالنسبة للفرس، منهم من يلجمه العرق إلجامة والعياذ بالله تعالى. ولذلك يدور الناس على الأنبياء بداية بآدم عليه السلام يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. لماذا يشفعون؟ ليه الشفاعة؟ يعني البعض يظن أن الشفاعة هذه لدخول الجنة، لا، الشفاعة لبدء الحساب فقط، ولإراحتهم من الموقف الذي طال عليهم، وقد وقفوا 50,000 سنة، مش 5,000 ولا 500، 50,000 سنة، فيدورون على الأنبياء حتى يشفعوا لهم عند الله ليبدأ الحساب. الإنسان في هذا الموقف يتمنى أن ينتهي من حسابه سريعا، ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بدخول الجنة. ولما لا، والناس في الدنيا في أقل من ذلك بكثير، عندما يكون الإنسان مثلا يقف في بعض الطوابير مثلا، أو مثلا في بعض امتحانات الدنيا، تجد الطالب يجلس في لجنة الامتحان وربما يجيب الأسئلة سريعا، وهو يريد أن يخرج حتى كما يكون قبل نصف الوقت، مع أنه لا عذاب عليه، لا عذاب، وإنما هو جالس في حجرات مكيفة ونحو ذلك، ومع ذلك يتمنى أن. فكيف بهذا الموقف؟ أنا عايزك تتأمل معايا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول، يعني عايز أعبر لك عنها كده بالأسلوب بتاعنا، مش هتتحرك، ما انتش ماشي من مكانك إلا ما تتسأل عن دول. يبقى الكلام محتاج إعداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أخبرنا أننا سنسأل يوم القيامة عن هذه الأمور. تعال كده نفكر فيها ونشوف إيه أحوالنا كده فيها، وكيف سيكون جوابنا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، هذه واحد. اثنين: وعن علمه فيما فعل فيه. ثلاثة: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن جسمه فيما أبلاه. وعن جسمه فيما أبلاه. كيف نعد جوابا للسؤال على هذه الأمور؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذن يعلل أو يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فقط ليس في طول العمر، وإنما مع طول العمر حسن عمل، هذا خير الناس من طال عمره وحسن عمله. إذن فالعمر، لك أن تتصور العمر هو رصيد يعطاه الإنسان ليشتري به إما الجنة وإما النار. رصيد يعطاه الإنسان ليشتري به إما الجنة وإما النار. العمر ما هو إلا سنوات، والسنوات تولد
شهورا، والشهور تولد أسابيع، أسابيع، والأسابيع تولد أياما، والأيام تولد ساعات، والساعات تولد دقائق، والدقائق تولد ثوان، والثوان ما هي إلا أنفاس، الإيه؟ النفس، كما قال الله عز وجل: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، وآخر العدد خروج النفس، خروج الروح، وآخر العدد دخول القبر. لذلك العبد إذا علم أن هذه الأنفاس ما يخرج منها لا يعود، يحرص على أن يجعل مع كل نفس إن استطاع قربا وعبادة لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأنفاس أنا لا أدري لما تتفرج، اكتب سجل الفوائد، لأن هذه الأنفاس كما بينها ابن الجوزي رحمه الله، أو الساعات أو الدقائق، كالخزائن، كالخزائن، كالخزنة، كالخزانة، فإن عمل فيها عملا صالحا استودع هذا العمل الصالح في هذه الخزانة، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، هذا تشبيه من ابن الجوزي، فتحت هذه الخزائن فوجد فيها ما يسره من الأعمال الصالحة، حتى إذا وجد خزانة فارغة اشتد حزنه، لما لم أستودعها شيئا من الأعمال الصالحة. فاهمين؟ مش عارف، أنا حاسس أنا بتكلم معايا، يبقى كأن هذه الساعات أو هذه الدقائق خزن، فالإنسان الذي يستغل عمره في الصالحات كأنه يضع في هذه الخزانة شيئا، زي صاحب المال الذي يحرص على حفظ المال في الإيه؟ في الخزان. فأنت بفعل الصالحات تملأ حياتك بهذه الخيرات وتسجل لك عند الله عز وجل يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة وقيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، إذا رأيته سررت به، سررت به، فقلت لأصحابك من المؤمنين: ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا. قول أسلمتم بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما سلف، بما قدمته. واضح؟ يبقى الذي لم يقدم كلوا واشربوا بإيه؟ عشان كده أنا أبشر إخواني وأقول لهم: أنتم على خير يا من تحافظون على الصلوات في المسجد، يا من أطلقت لحيتك ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تجتنب الحرام وتحرص على أكل الحلال، يا من تتقن عملك وتتقي الله عز وجل فيه، يا من تقومين على شؤون الزوج والأولاد بالإحسان والمعروف، يا من تغض بصرك عن الحرام، يا من تحرص على مجالس العلم، يا من تحرص على صيام الاثنين والخميس، يا من تحرص على قيام الليل ولو بركعتين. لكل من يعمل بطاعة الله عز وجل أبشرك وأقول لك: اصبر، فهي أيام قليلة وتلقى الله عز وجل وتسعد بهذه الأعمال الصالحة. كم تكون سعادتك وفرحتك حينما يقال لك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وكم تكون تعاسة الإنسان وحزنه إن لم يكن له سالف عمل قدمه في عمره. لذلك أقول: لا داعي أبدا لليأس، وإن كنت عندك من التقصير والتفريط والمعصية والخلل ما عندك، فهذا أفضل ممن يأس وترك طريق الله عز وجل وأفسح لنفسه في المعاصي وقال: لا فائدة وذنوبي كثيرة ولن يغفر الله لي والعياذ بالله. لا، استمر على ما أنت عليه، وإن كان عندك شيء من التقصير والتفريط، فمع المداومة ومع الاستمرار يكون التغير بإذن الله تعالى، وتكون السعادة وتكون الحياة الطيبة بإذن الله تعالى. احرص على أن تملأ عمرك بما يقربك من الله عز وجل، لا تضيع شيئا منه في غير طاعة. إذا جلست مجلسا فاحرص على أن تذكر الله فيه وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، كان عليهم ترة، أي نقصا، كأنهم تفرقوا عن مثل جيفة حمار،
أي مجلس يجلسه الإنسان لا يذكر الله تعالى فيه ولا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه حسرة يوم القيامة، كأنهم تفرقوا عن جيفة حمار والعياذ بالله تعالى. لذلك املأ عمرك بطاعة الله عز وجل، بداية بالمحافظة على الفرائض. احنا بنجهز إجابة للسؤال الأول، بداية بالمحافظة على الفرائض، ثم اجتهد فيما تستطيعه من النوافل. ومن يصلي ولو ركعتين من الليل هذا أفضل وخير ممن يصلي عشرا يوما مرة وأياما لا يصليها. أحب العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه، ما دوم عليه وإن كان قليلا، ومع المداومة إن شاء الله تعالى يكون التغير بإذن الله. احرص على الفرائض، أتقنها، احرص على ما يعني حاول أن تأتي بما تستطيعه من النوافل، اجتنب المحرمات، واحرص أيضا على اتقاء المكروهات ما تيسر لك ذلك، فأنت على خير بإذن الله تعالى. حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه، وده الشاهد يا إخواني في الحديث، عن علمه. وأنا أقرب لك الأمر أكثر بالحديث الذي بعده، هو حديث لقمان ابن عامر، عن حديث عن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى يا ابن ركز، إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، تصغير عامر، يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت، ما عملت فيما علمت. يبقى السؤال عن العمل، يبقى العلم لا يطلب لأجل العلم، وإنما يطلب العلم للإيه؟ للعمل. وعلم لا يقربك من الله يكون وبالا عليك يوم القيامة. ولذلك كل حديث تتعلمه احرص على أن تعمل به ولو مرة واحدة. نحن نقول نريد أن نداوم، ولكن ولو حتى لم تعمل به إلا مرة واحدة فهذا خير. احرص على أن تعمل بكل حديث ولو مرة واحدة، هذه كما يقول العلماء زكاة العلم، زكاة العلم. ستسأل يوم القيامة عن العلم، ماذا فعلت؟ يقال لك: علمت. فإما أن تقول لا، وإما أن تقول نعم. فإن قلت نعم فيقال لك: أين العمل؟ ماذا عملت في هذا العلم الذي رزقك الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يحرص العبد على تحصيل العلم وطلب العلم، ويحرص أيضا على العمل بعلمه، حتى يهون عليه هذا السؤال في هذا الموقف ويستطيع الإجابة على هذا السؤال. يقول صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هذا سؤال آخر، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك يقول العلماء بناء على هذا الحديث وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء أو فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 500 عام، يعني بنصف يوم. يدخل الفقراء أو فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بكم؟ ده الناس نامت خالص. بكم؟ 500 عام. قالوا: قلة المال أخف في الحساب، قلة المال أخف في الحساب، لأن المال إن كان قليلا فالحساب إيه؟ يسير، فإن كان المال كثيرا فالحساب يطول. واضح؟ تسأل عن المال، يعني ما يتعلق بالمال. أولا: كيف حصلته؟ كيف جمعت هذا المال؟ هل جمعته من حل أم من حرام؟ وهذا سؤال. تسأل عن المال أيضا فيما أنفقته، هل أنفقته في طاعة الله أم أنفقته في معصية الله عز وجل؟ ولذلك الإنسان عندما يتفكر والله في هذه الجملة من الحديث، يعني يتوقف مع كل يعني قرش وكل مليم وكل جنيه ينفقه. يعني أنت قبل أن تمد يدك بالإنفاق ذكر نفسك بأنك ستسأل عن هذه النفقة، ستسأل عن المال كيف حصلته رحمك الله، وفيما أنفقته، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسوق هذا الحديث للذين يتساهلون بالكسب الحرام،
يعمل مثلا في الوصلة أو غيرها ويفتح على الناس أبواب القنوات المحرمة والعياذ بالله، يعمل في تجارة المخدرات مثلا، يقدم للناس الحرام في المقاهي طاولة والدومينو والشطرنج وغير ذلك، ها والشيشة، أنت ستسأل يوم القيامة عن المال من أين اكتسبته. أما تستحي إذا أوقفك الله عز وجل أن تجيبه بكذا وكذا وكذا مثلا؟ يعني شوف الموقف رهيب، عندما مثلا المرأة التي تعمل في الرقص أو الرجل الذي يعمل في التمثيل سيسأل يوم القيامة عن هذه الآلاف، بل الملايين، الملايين التي حصلها من هذه المسلسلات التي أضل بها خلق الله عز وجل. طيب إذا سئل من أين اكتسبت هذا المال، إيه الإجابة؟ ده لازم يجاوب صح؟ هاي المسلسلات والأفلام والمش عارف إيه. الله، إيه الفضيحة دي؟ ده يا للحياء والخجل بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ده حاجة صعبة أوي يا جماعة. ما يقعد بقى يقعد في قهوة من كذا وببيع خمرة وكنت مش، وهو هنا في الدنيا تقول له اتق الله واترك الحرام، يقول لك هات لي شغل يا عم الشيخ أنا جوع يعني. طب هتتسأل يوم القيامة من أين اكتسبت، بخلاف المؤمن التقي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، من أين اكتسبت؟ اكتسبت يا رب كنت بعمل كذا وكذا من العمل الحلال، خلاص عدت. يبقى الأمر يسير، يبقى نحن لا نعيش للدنيا فحسب، نحن عندنا آخرة نستعد لها، نحن عندنا آخرة سنقف بين يدي الله عز وجل فيها، سنحاسب عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، النار أولى بالجسد الذي نبت من السحت من الحرام. ستسأل عن المال من أين اكتسبته، جهز لنفسك، جهز الإجابة من الآن، لا تتساهل، لا تقول هو ترك هذا المال وأين صاحب هذا المال، ولا تقول هو سامحني. وتساهل عجيب في الناس في أمر اللقطة مثلا الذي يجد شيئا ويأخذه، في بعض الناس عندما يترك له شيئا مثلا أمانة فيأكلها، عندما يعطيه أمانة يوصلها لغيره فيأخذها لنفسه، ويتساهل ولا حاجة بسيطة وما فيهاش حاجة وربنا غفور رحيم. ستسأل من أين اكتسبت هذا المال. ثم سؤال آخر وفيما أنفقه، وهذا أيضا مدعاة للحياء والخجل من الله سبحانه وتعالى. أنا يعني لا أقول لك مثلا الذي ينفق المال في شرب الخمر ولا الذي ينفق المال في الزنا مثلا، وهذا وارد وموجود، ينفقون والله الآلاف على العاهرات وتحت أقدام الراقصات والعياذ بالله تعالى، ولكن أقول لك تعالوا يعني، وهي دعوة للرحمة والله والشفقة بمن يدخن مثلا يشرب السجائر مثلا، نقول له خلال هذا العمر كم بكم اشتريت سجائر بكم فلوس؟ يعني هو مثلا لو قلنا في اليوم علبة واحدة من 3 جنيه، خلينا في المصري مش لازم غليت كمان. انت بتدخنه ولا ايه؟ 5 جنيه، خليه بيشرب علبة سجاير في اليوم، يبقى في الشهر كام؟ 150 جنيه، في السنة كام؟ 1800 جنيه، صح؟ في 50 سنة خليها 1000 بس، خليها 2000 بقى، حلو، 2000 في 50 100 ألف. والله نشفق عليك لأننا نحبك في الله، والله كل وده خلي بالك دي علبة في اليوم، يعني انت بقى ايه العلبة في اليوم في 50 سنة قلنا بكام؟ ب100 ألف. انت ممكن تعملها كده في ورقة علبة سجائر، انصح الناس علقها علبة سجائر في اليوم خلال 50 سنة تساوي 100 ألف جنيه، وتروح كاتب تحت وستسأل يوم القيامة عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فماذا ستقول لله؟ اعملها عندك في الله، ممكن واحد يقراها قلبه يتحرك، ليه لا؟ لو انت بقى واحد بيشرب علبتين ضاعف بقى يبقوا كام؟ طب تخيل بقى لما الانسان يسأل عن هذا المال بأي وجه يقول لله كنت اشتري به مثلا الدخان، بأي وجه؟ ازاي يعني الواحد مننا مثلا لما المدير بتاعه يحاسبه او يعمله جرد اخر السنه بيبقى قلقان ومضطرب وخايف حاجه تكون راحت كده، حاجه غلطه في الحسابات، مش صح كده ولا لا؟ ما بالك بقى هو بقى ده مع سبق الاصرار والترصد، هو انفق المال في الحرام، ولا برضه قدام ربنا هتقول له هي مكروهه بس يا رب، انت هنا في الدنيا بتتكلم حلو، يوم القيامه بقى هتقول له ان السجاير فيها كام ماده سامه والعياذ بالله تعالى.
والشيشة يعني كرسي المعسل الواحد بمقام علبة سجاير، الكرسي الواحد معسل فيه ضرر وفيه سم يساوي علبة سجاير كاملة والعياذ بالله تعالى. يعني لو الواحد دلوقتي جبنا له كوباية ديت فيها عسل ونقطنا له بس كده بإيه بقطارة نقطة سم، نقطة واحدة، هيعمل إيه في العسل؟ هيشرب العسل؟ استحال. طب لخليها نعكس نقول ده كله سم ونقطنا نقطة عسل فيه، طب ما بالك بقى كله سم، ما هي السجاير ما فيهاش إلا سموم، يعني أول أكسيد الكربون اللي هو عادم السيارات اللي هو العادم بتاع السيارات. وما تجيبوا لنا الورقة بتاعت السيجارة وهشرحها، هي هتيجي معانا في دروس مسجد الرحمة إن شاء الله كيف تقلع عن التدخين. يعني فيها السيجارة لما تبص على المكونات بتاعتها كم مادة سامة؟ 80 مادة سامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا والعياذ بالله تعالى. هيعمل ايه في الموقف؟ موقف رهيب وخطير جدا. واللي شوف الجسم اللي هو امانه ربنا اعطاه له بتعمل ايه في الجسم. بعض الاطباء اخذت رئه مريض، رئه ميت، واخد بالك، اعتصرها هكذا بيده فنزل منها اطران اسود، رئه مدخن والعياذ بالله تعالى، نزلت اطران اسود، كم الامراض وعلى راسها السرطانات اللي بتيجي للجسم بسبب السجاير بسبب التدخين قد ايه. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. هتسال عن مالك؟ واحنا لسه قايلين لو نقطه سم بس، انت بس هات لي علبه سجاير كده وبص عليها على تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحيه قد ايه، مفيش، لانها من اول ما انتجت وهي فاسده. انت لو رحت اشتريت علبه جبنه ولقيت كده علبه الجبنه خالصه من السنه اللي فاتت او من سنه 2000، من سنه 2000 واحنا في 2000 وكده، هتعمل ايه بالله عليك؟ طب تخيل كده لو واحد عامل يافطه المحل بيع منتهي الصلاحيه، محل مثلا الامانه لبيع منتهي الصلاحيه، خلي بالك من الامانه مش كده؟ طب المدخنين بيخشوا يشتروا ليه؟ ما هو السجاير منتهيه لايه؟ وما لهاش اصلا صلاحيه. بل اعزك الله لما اتوا بالتبغ وهو اخضر ما زال اخضر وقدموه للحمار رفض ان ياكله، وكانوا قد جوعوه، يعني جوعوا الحمار وقدموا له التبغ وهو اخضر ما رضاش ياكله. فين عقول الناس يا جماعه؟ اخد بالك؟ والخطير بقى يا شباب، الخطير يا اخواني، ان انت تبقى عارف مدخن وتسكت. احنا على الاقل كل واحد ينقذ واحد، واكتر من كده ممكن باذن الله تعالى. واخد بالك؟ اديك سمعت الكلام، انا عايزك تشتري له رساله اسمها لا للتدخين بربع جنيه. يعني انت لو كل شهر كل اسبوع اشتري اربعه ووزعهم في وسائل المواصلات، وزعهم في الشغل، اتحرك للدين، اعمل، قدم اي حاجه لامتك. ما هو ده تغير من ضمن التغير اللي احنا نطلبه، مش اسقاط النظام وخلاص والشعب يفضل زي ما هو يدخن ويشرب سجاير وبتاع. واخدت بالك؟ فالإنسان لما يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه، ودي برضو مرتبطة باللي قبليها، لأن الجسم يستهلك بالتدخين بمعصية الله عز وجل، الجسم يفسد بمعصية الله عز وجل، المدخنون أحرقوا أجسادهم بالتدخين بالمخدرات، هذا الجسد أمانة ستحاسب عليه. ولذلك في حديث الصحيحين في الرجل الذي كان قبلنا فأصيب بجراحة فاستعجل، يعني لم يحتمل، فأخذ سكينا أو مدية فقطع يده، فما رقأ الدم حتى مات، يعني قطع زي قطع الشرايين فضلت تنزف لحد ما ما مات. فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسي يعني سبقني، يعني استعجل خروج الروح وقتل نفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله تعالى. الأمر خطير، الأمر فعلا. الإنسان لما يعلم أنه سيسأل عن جسمه فيما أبلاه، هل استعمل هذا الجسد في طاعة الله عز وجل؟
هل استعمل هذا الجسد في العبادات والطاعات والقربات في الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ هل استعمل هذا الجسد في نصرة المظلوم؟ هل استعمل هذا الجسد بأن يكون في حاجة إخوانه وفي عونهم؟ هل استعمل هذا الجسد في خدمة زوجه مثلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله؟ هل استعمل هذا الجسد؟ هل إلى آخره؟ جهز للسؤال جوابا وعن جسمه فيما أبلاه. وعندما نتكلم أيضا في الحديث الأخر تجد نفس المعنى، ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. وهذه يعني نسيت أن أتوقف مع أصحاب المقاهي الذي يجلس على المقهى يقعد على القهوة بالساعات، ده محتاجين نكتب لهم الحديث ده ونعلقه كده قدام القهوة. وعن عمره في المال هيروه والله العالم يستفيد، وعن عمره فيما أفناه كل يوم كم ساعة وفي الشهر كم ساعة وفي كم سنة في العمر. هتسأل يوم القيامة عن العمر ده ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. طب هل الشباب جزء من العمر أم لا؟ الشباب جزء من العمر. طب لماذا يسأل عن العمر ثم يسأل عن الشباب؟ لأن الشباب مرحلة العطاء، الشباب مرحلة العطاء. وكما قالت بعض الصالحات: اعملوا معشر الشباب فإني رأيت العبادة في الشباب. اعملوا معشر الشباب فإني رأيت العبادة في زمن الشباب. عشان كده نقول يشتري الإنسان الجنة أو يشتري النار في الغالب في مرحلة الشباب، في فترة الشباب، لأنه بعد مرور مرحلة الشباب وشيء من العمر يعود إلى الطفولة مرة أخرى، كما يقول العلماء طفولة الشيخوخة، فتجده قد انحنى ظهره وقد سال لعابه وقد اهتزت أطرافه، يريد أن يأكل مثلا فلا يستطيع إلا أن يمسك له غيره الملعقة مثلا، يريد أن يمر الطريق ويعبر الطريق فلا يستطيع، يريد أن يقوم. انت دلوقتي تيجي تقوم ده اقول قوم اقف تعمل ايه؟ ها فط كده، تلاقي العجوز يعمل ايه ما يجي يقوم؟ ياخد له بقى لفه خمسه كم درجه، ما اخد بالك، ويسند على ايديه. والحمد لله برضه يعني مش معنى كده هنقول الناس العواجيز ده على راسنا من فوق، لكن احنا بنقول انت دلوقتي لسه شباب، ايه الحق بقى نفسك، أخذ بالك. وحتى برضو الذي شاب في الإسلام هذا خير، كل شعرة تكون له نورا يوم القيامة. وقد وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بتوقيرهم وقال: ليس منا من لم يوقر قبيرهم، وقال: البركة مع أكابرهم، كما سبق ذلك معنا. أنا لا أنزل من قدرهم، ولكن أقول السعيد من اغتنم فترة شبابه في طاعة الله عز وجل، لأن القوة في الشباب، تستطيع أن تصلي وأنت قائم، ربما عندما يأتيه المشيب لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالس، تستطيع أن تجاهد في سبيل الله مثلا ربما مع المشيب لا يستطيع، تستطيع أن تقرأ القرآن، تستطيع أن تصوم، تستطيع أن تكثر من الطاعة وأنت في فترة الشباب وسن الشباب. فإذا ضيعت الشباب ندمت في المشيب، إذا ضيعت الشباب ندمت في المشيب. ولذلك جاء بعض الكبار يعني شيبة كبير وجلس مع الإخوة في الاعتكاف منذ حوالي سنتين أو ثلاث سنوات، وجلس يسرد لهم تاريخ حياته، قصة حياته، وبكى بكاء شديدا وقال: أوصيكم بالاجتهاد في فترة الشباب وكذا وكذا، وهو يندم أشد الندم على أن شبابه لم يستعمله أمثال هؤلاء في الاعتكاف وفي الصيام وإلى آخره. فأنت لا تترك نفسك حتى تمر فترة الشباب بغير قرب من الله سبحانه وتعالى فتندم. ولذلك البعض يضحك عليه إبليس، يضحك عليه الشيطان فيمنيه: سوف أفعل، سوف أتعبد، لما أطلع على المعاش هبقعد في الجامع، لما أطلع على المعاش هبقرأ قرآن، لما أطلع على المعاش، ويطلع على المعاش فيقعد على القهوة. ليه تعرف؟ خزلان. ليه؟ لأن الصادق يقدم ما يستطيعه من العمل الصالح وإن كان يسيرا، فإذا تفرغ وفقه الله للعمل الصالح ولو كان كثيرا، ويوفقه للكثير أكثر من العمل الصالح. لكن أنت عندك وقت فراغ، لما تضيعه في غير طاعة الله عز وجل؟ لذلك نكرر إخواني على الشباب الاهتمام بفترة الشباب، لأن السؤال عنها مرتين: سؤال عنها وهي في ضمن العمر، ثم سؤال عنها إيه خصيصا وعن شبابه فيما
أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن علمه ماذا عمل فيه. انظر للناس في هذه الأيام تجدهم يجودون بأوقاتهم ويبخلون بأموالهم, يجودون بأوقاتهم ويبخلون بأموالهم. يعني مثلا تقول له مثلا هتيجي مثلا من المنشية للعصفرة مثلا, يقول لك مثلا هركب كذا. ليه؟ يقول لك عشان أرخص, في حين أنه لو ركب كذا أغلى شوية بس أوفر في الإيه؟ في الوقت. هيروح أسيوط مثلا, يقول له عندك في قطر وفي ميكروباص وفي طيران, اختار إيه؟ يقول لك ما فيش عجلة. ليه؟ شحيح. شحيح على إيه؟ على مالي, في حين أن العمر إيه؟ أغلى. أخذ بالك. ولذلك كان القاسمي رحمه الله إذا مر وهو من المتأخرين, هل من يجلسون كمن يجلس على المقاهي ونحو ذلك, يعني قريب من هؤلاء, يتمنى أن لو كان الوقت يشترى. يعني بص كده على الناس الفارغة, يقول يا سلام ما يبيعوا ليش إيه ساعتين ثلاثة. وتلاقي بعض العلماء لما يسأل مثلا عندنا ندوة فضيلة الشيخ في كذا, يقول والله لو في يوم تامن ما فيش مانع, يعني أكن الأسبوع بتاعه إيه مليء. طب في أين نحن هؤلاء؟ الذي يعرف فعلا قيمة العمر يحرص على أن يملأ كل لحظة في عمره بطاعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا عايز أهديكوا هدية, هدية بس مش عارف هتقولوا أنت بتوفيش, قلت لنا هتجيب لنا الأسماء الحسنى, وما بس حقيقي الإخوة راحوا المكتبات ما لقوش الكتاب, فلعلنا إن شاء الله عندما يتوفر نحضره. أنا عايز أهديكم هدية في غاية الأهمية, يعني هذه مجربة أنا جربتها بالفعل مع بعض الشباب وآتت أكلها في التغيير بفضل الله تعالى. يعني هي عبارة عن مجموعة قيم أنا أجمعها, وفي نظري أن الشباب لو تربى على هذه القيم لتغير بإذن الله تعالى. من ضمن هذه القيم معرفة قيمة الزمن, إدراك قيمة الوقت, لأننا تربينا على اللامبالاة, تربينا على إضاعة الأوقات. يقول له عايزك عايز معاد والله عايز أقابلك, يقول له الوقت الفلاني, يقول له يعني الساعة كم, يقول له يعني من إيه من 9 ل 11 كده, يعني ساعتين ضايعين مثلا. تربينا على اللامبالاة, نحن تربينا على إهدار الأوقات, تربينا على التهاون بالوقت, ودي حال الأمة كده وللأسف. عشان كده عايزين نعكس بقى, عايزين نعرف قيمة الوقت, عايزين نتربى على تقدير الوقت وتعظيم الوقت الذي يقول عنه العلماء الوقت هو الحياة. يعني ضياع دقيقة من وقتك, ضياع ربع ساعة من وقتك, لما تيجي تحسبه برضو خلال 50 سنة هتلاقي ضاع من عمرك قد إيه, سنين ضاعت, هتسأل عنها يوم القيامة. عشان كده عايز أنصحكم وعايز أوصيكم بكتاب تقروه بفضل الله تعالى, هتبقى إنسان تاني, هيحيي فيك الهمة والحرص على حفظ الوقت, وستكون شحيحا جدا بأوقاتك لأنك عرفت قيمتها وقدرها. كتاب بعنوان قيمة الزمن عند العلماء, كتاب بعنوان قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. يعني على بعض مؤاخذات في المؤلف, ولكن أنت تستفيد من الآثار التي أوردها, يعني بعض المخالفات في الأشعرية ونحو ذلك في شخصية المؤلف رحمه الله وتجاوز عنا وعني, لكن استفد من هذا الكتاب. وهناك كتاب آخر بعنوان فن إدارة الوقت, فن إدارة الوقت, هذا مجلد كبير يعني لمن أراد أن يتوسع. وهناك كتاب بعنوان الوقت عمار أو دمار, الوقت عمار أو دمار. عموما أنت, وهناك رسالة صغيرة بعنوان اللي هو جاسم المطوع. عموما أنت أنا أرشدك إلى يعني الإيه الأساس والأصل الذي ينبغي أن تهتم به, وأنت تبحث عما ألف حول هذا الأصل. هناك رسالة صغيرة لكنها ما شاء الله جامعة وماتعة بعنوان الوقت هو الحياة, وكيف يستفيد وكيف ينظم المسلم يومه أو وقته. يا ريتكم تجيبوا الرسالة الخفيفة دي, الوقت هو الحياة وكيف ينظم المسلم يومه, لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله.
الوقت هو الحق. وأنا أنصحكم نصيحة عامة، أي كتاب للشيخ المنجد اشتريه وأنت مغمض عينيك، أي كتاب للشيخ المنجد ما شاء الله، يعني نظن أن الله عز وجل وظننا كذلك أن الله عز وجل بارك لهذا الرجل في علمه وفي الموضوعات التي يختارها للكتابة فيها، يعني موضوعاته ما شاء الله في غاية الجمال. إذا قرأت عن الوقت سيخدم هذا مرحلة الشباب ويخدم العمر، يعني كأنك تعد بذلك إجابة لمعظم الأسئلة التي في هذا الحديث، لأنك ستكون حريصا على العمر، ستكون حريصا على الشباب، ستكون حريصا على أوقاتك بوجه عام. وهذا لا يكون إلا بالعلم، لأن الإنسان الذي لا يعرف قيمة الوقت يهدره يضيعه. ومباشرة اشتري الكتاب واقرأ الكتاب وسترى كيف سيكون حالك إن شاء الله. يقول وعن لقمان يعني ابن عامر قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر تصغير عامر فأقول لبيك ربي فيقول ما عملت فيما علمت. وهذا سؤال أيضا عن العلم وماذا عمل فيه الإنسان. الحديث قبل يقول الحديث الذي بعده وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس، هذه كلها متصلة، يعني حديث بمعنى واحد، يعني دعونا نتركها للقاء القادم وأذكر لكم وسيلة أو وسيلتين أو سببا أو سببين للموضوع المهم الذي وعدتكم به في اللقاء الماضي، وهو لماذا لا نعمل بما تعلمناه، لماذا لا نطبق ما تعلمناه، ليه عندنا خلل في موضوع التطبيق، ليه بنحضر خطب كتير ودروس كتير ونيجي نبص للتطبيق نلاقي فيه خلل. أذكر ولو سببا واحدا، هم معايا حوالي 15 سبب كعلاج لهذه الظاهرة الخطيرة لماذا لا نطبق ما تعلمناه. السبب الأول ليكن سؤالنا للتنفيذ كما كان الصحابة يفعلون، ليكن سؤالنا للتنفيذ كما كان الصحابة يفعلون. ما معنى هذا الكلام؟ أقول الصحابة كانوا إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يسألون للعمل، مش بيسأل عشان يكثر معلومات ومسائل وخلاص، لا، إنما يسأل للعمل. انظر مثلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء من يكمل أدعو به. شوف إيه، علمني دعاء إيه أدعو به في صلاتي. وفي رواية لمسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. إيه الدعاء؟ حد عارفه؟ نعم، جزاك الله خير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبو برزة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدري، أمثلة سريعة كده، إني لا أدري عسى أن تمضي وأبقى بعدك، يعني يقول للنبي حتموت، ممكن تموت وأنا إيه أعيش بعديك، فزودني شيئا ينفعني الله به. شوف الحرص، زودني شيئا ينفعني الله به. وابن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. وأبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، الإيمان بالله، الجهاد في سبيل إلى آخره. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني أحمق لا يجيد الصناعة. ورجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي، كيف أقول حين أسأل ربي، يعني إيه أقول في الدعاء. ها يا جماعة اسمع الدعاء ده مهم، واكتبه واحفظه، بكل واحد معاه بعد كده كراسة ومعاه ألم عشان الحاجات اللي زي كده. قال له كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل، خلي بالك الأربعة دول هيجمعوا لك الدين والدنيا يا إخوة، الأربعة دول الدعوة دي
فيها إيه؟ جمع لخير الدنيا والآخرة. يلا نحفظها مع بعض كده. كيف أقول؟ ها؟ حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. والنبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم بصابعه، جمع أصابعه الأربع إلا الإبهام كده يعني، قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فهؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك. اللهم إيه؟ اغفر لي وارحمني وإيه؟ وعافني وارزقني، يجمعن لك دينك ودنياك. وعائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ شو بيسألوا عشان إيه؟ ينفذه عشان يطبقه. ها؟ وأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني عملا يدخلني الجنة، علمني عملا يدخلني الإيه؟ الجنة. حرص على العمل. وأبو جري رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة له، بشملة له وقد وقع هدبها على قدميه، يعني الشراشيب بتاعتها. فقلت أبو جري بقى لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الصحابة، فقلت أيكم محمد؟ ما كانش إيه؟ ما كانش عارفه. فأومى بيده إلى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أنا هو. فقلت يا رسول الله إني من أهل البادية وفي جفاؤهم. شوف بيقدمها، يعني أنا عندي إيه؟ في جفاؤهم، فأوصني. قال لا تسبن أحدا. شوف الوصية المناسبة للإيه؟ للشخصية. وشوف بقى الصحابي عمل إيه؟ قال فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا. بيسأل ليه؟ للتنفيذ، للتطبيق. لذلك أقول من أعظم الأسباب التي تجعلنا نطبق ما تعلمناه أن تكون لك نية من وراء السؤال، ألا وهي التنفيذ والتطبيق، فيرزقك الله عز وجل العمل. ولذلك من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعمل. هناك أسباب أخرى ما لم يعلم، هناك أسباب أخرى إن شاء الله لعلنا نذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، انتظر، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.